يقول البعض ما كان للمناطق المحاصرة في سوريا تحت قصف النظام أن تنجو لولا دعم المؤسسات الإغاثية المشتركة بين سوريين وأوروبيين. نتعرف في التقرير التالي على فريق وآليات عمل إحدى هذه الجمعيات الفرنسية. سيريا شاريتي جمعية إغاثة إنسانية فرنسية تأسست منذ العام 2011 في باريس مع بداية الثورة السورية. لها تواجد فاعل في مختلف أنحاء سوريا، تعمل بشكل خاص على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين المحاصرين في المناطق الأكثر تضرراً من قصف النظام وحلفائه. طبعاً نوع المساعدات المقدمة هي على عدة أشكال. أول شيء مساعدة غذائية، يعني كل شيء سلة غذائية، حليب أطفال، هذا الأساس. مساعدات طبية، يعني نحن مثلاً نقدم كثير أغراض، نبعثهم كونتينرات، إن كان كراسي إن كان معدات للمشافي. وعندنا هون مستودع كبير أكثر من 200 متر مربع، نبعث تقريباً كل شهر كونتينر أو كونتينرين. طبعا الاساس في بعث الاغراض، يعني من وقت ما نحن نجمع الاغراض ونبعث كونتينر، يعني مر تقريبا فتره شهر. الاساس هو انه الاغراض تكون يعني مميزه، الناس محتاجينها بالداخل السوري، وتكون يعني مطبوبه، ويعني يكون فعلا كل شيء لوحده، بحيث وقت الاغراض تنزل اول شيء في تركيا بتفضل كونتينر، بعدين نفس الشيء وقت بتدخل عبر الحدود. يعني لازم كل الاغراض تكون فعلا منظمه بحيث ما نضيع وقت. هدول التبرعات اللي جايين من الناس ومن الجمعيات بيعطونا اياهم هيك، ونحن لازم نطبقهم بكراتين عشان بعدين نحطهم على باليتات ونبعثهم بالكونتينر. لم يقتصر عمل المنظمة على توفير المساعدات الإنسانية فحسب، بل تعدد ذلك إلى توفير فريق متكامل من الأطباء والممرضات وفرق الإسعاف لمعالجة المصابين وضحايا قصف النظام وحلفائه. وبفضل المانحين تمكنت من شراء العديد من سيارات الإسعاف، وتم إرسالها إلى عدة مدن في سوريا كحلب ودمشق وإدلب وحمص ودرعا، إلى جانب بناء العديد من المراكز الطبية الثابتة والمتنقلة، أهمها مشفى التوليد الذي شهد أكثر من 4000 حالة ولادة منذ افتتاحه في 2015 بمعدل 350 ولادة شهرياً. تعرض هو الأخير إلى قصف النظام، ما أدى إلى تضرر أجزاء منها. عندنا مستوصفات يعني تقريباً بكل سوريا موجودين، وعندنا منظومة إسعاف هي متواجدة، ويعني كثير طلعت على الإعلام هون بفرنسا، متواجدة بحلب وريف حلب وحالياً كمان بإدلب. وآخر عمل لنا هو كفالة الأيتام. نحن تقريباً منظمتنا بتكفل، كانت تبقى أكثر من 3500 يتيم، حالياً داخل سوريا صرنا نكفل تقريباً 6000 يتيم. يعني صرنا جمعية فعلاً من الكفيل هون بفرنسا من الأساس وقت متبرع، لبين ما تصل المساعدات لليتيم ممكن هو يشوف شو الطريق اللي نبعث فيه المصرات، نبعث فيه الأغراض. مشافي مثل ما قلت عنا، يعني مستشفى تقريبا من أكبر المستشفيات ريف حلب الشمالي، هو مستشفى نسائي وأطفال. يعني الحمد لله تقريبا في عنا كل شهر أكثر من 300-400 ولادة حسب الأشهر، ومستشفى رائع. يعني نحن كل الدكاترة اللي كانت هون فرنسا هي راحت لهنيك أسسته وتأكدت إنه كل يعني المعايير كانت مزبوطة. الحمد لله حتى يعني الأمم المتحدة ساعدتنا، صار الله صار سنتين عم تساعدنا في تكبير المشفى. يعني الحكومة الفرنسية عدة مرات دعمتنا حليب أطفال، دعمتنا شراء سيارات إسعاف، وحتى ساعدتنا، يعني مو الحكومة الفرنسية لكن الدائرة تبعت مدينة باريس ساعدتنا شوي بشراء هالمكان هالمستودع اللي نحن موجودين فيه. وراء هذا النجاح شباب مثابر في داخل وخارج سوريا، استطاعوا كسب ثقة المانحين بمشاركتهم في كل خطوة يقومون بها منذ بدء عملية شحن القوافل بالمواد الغذائية والطبية إلى لحظة وصولها وتوزيعها على المدنيين داخل سوريا من خلال بث حي ومتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال حملاتهم الترويجية وحفلاتهم الخيرية التي يجمعون من خلالها التبرعات بشكل دوري. على الرغم من المصاعب والمخاطر التي واجهها سيريا شاريتي وفريقها في الداخل السوري، إلا أن ذلك لم يثنها عن مواصلة دعمها الإغاثي والإنساني للمحاصرين في سوريا. لبرنامج مهجركم، غروب أحمد، باريس.
ومن باريس ينضم إلينا رئيس سيريا شيريتي محمد العليوي. محمد، بداية، هناك دعاية تبدو أنها تتصاعد ضد اللاجئين عموما وفي فرنسا، كيف تتعاطون مع تصاعد هذه الدعاية المضادة للاجئين؟ السلام عليكم. السلام. هناك بالفعل الآن تصعيد ودعاية ضد اللاجئين بفرنسا وبأوروبا بشكل عام. هناك نحن عن طريق جمعية سوريا الخيرية سيريا تشاريتي نحاول عن طريق صفحة في الفيسبوك أن نوصل يعني مأساة اللاجئين ولماذا غادروا سوريا، ونوصل للرأي العام الفرنسي أن هؤلاء اللاجئين لم يتركوا بلادهم لكي يأتوا إلى أوروبا حبا بأوروبا، بل هربوا من القهر ومن الموت ومن القصف ومن القتل ومن الجوع ومن عدم وجود أي مؤسسات طبية يعني على المستوى على مستوى دولة. فالسوريين هربوا من الموت لكي يأتوا إلى أوروبا محمد. وليس حبا في أوروبا. إذن ولو الآن الرسالة هم يعني ليسوا مهاجرين، وإنما ليسوا مهاجرين بحثا عن حياة أفضل بمعنى الرفاهية، وإنما لاجئين. تعرضت مؤسسات أو مؤسستكم وبعض القوافل الطبية أو المراكز الطبية على أرض سوريا لقصف النظام، هل خدمت هذه النقطة توضيح ما يحصل في سوريا في رسالتكم للفرنسيين والرأي العام هناك؟ طبعا يعني مع التقنيات ومع الفيديوهات التي تم نشرها عبر القنوات الفرنسية وحتى الأوروبية والإنجليزية وغيرها، يعني استطعنا أن نوصل فكرة مأساة اللاجئين. وعندما رأى العامة الفرنسيين والأوروبيين ماذا يحصل في سوريا من قصف وقتل ودمار واستهداف للمشافي واستهداف لسيارات الإسعاف، فبالفعل يعني أصبح تغيرت وجهة نظر، والكثير منهم قالوا الآن نفهم لماذا يأتون هؤلاء اللاجئين إلى بلادنا. نعم. وقد يعني يغيروا وجهة نظرهم. لكن في الحقيقة يعني وجود ضغط إعلامي على مستوى الدول خاصة في الغرب الآن مع تصعيد الكراهية ضد اللاجئين بشكل عام هو الآن يعني مصدر. نعم. تحدي يصعب مهمتكم المقيمين في هذه البلاد. إذن وبتطرقك لهذه الموجة أنت أسميتها أو الموجة الكراهية تجاه اللاجئين، بالمقابل أنتم كجمعية جمعية سوريا الخيرية في باريس بتم شريكا رسميا للأمم المتحدة وتتلقون دعما حكوميا، هل لديكم بدائل في حال تغير هذا الدعم الحكومي بتغير سياسي قادم قد يكون في فرنسا؟ طبعا أول ما نشأت جمعية سوريا الخيرية سوريا تشاريتي نشأت بدعم ذاتي، بدعم المتبرعين. ففي البداية كان هذا الدعم مصدره الجالية السورية في فرنسا وفي الغرب بشكل عام. نعم. ثم انتقل من الجالية السورية إلى الجالية المسلمة في أول الوقت، والآن الداعمين يعني من كل الأديان ومن كل أطياف هنا في فرنسا، فقد تجاوزنا هذه المرحلة. حتى لو انقطع عنا الدعم المؤسساتي من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل الأمم المتحدة، الحمد لله الآن نستطيع أن نكمل الطريق، نستطيع أن نكمل مساعدة أهالينا في داخل سوريا عبر التبرعات الخاصة. وفي الحقيقة هي رسالة إلى كل اللاجئين حتى الذين يأتون إلى الغرب، رسالة أنهم بإمكانهم الآن أن يساهموا حتى. نعم. لو هربوا من الموت. إمكانية المساهمة هذه لنكون أوضح، حدثنا أكثر عن طريقة المساهمة أو المشاركة في عملكم هذا، كيف هو متاح للاجئ مقيم في الغرب أو مهاجر أو أي يكن، كيف هي الأبواب المفتوحة للمساهمة في هذا العمل؟ الآن المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني مفتوح لكل شخص إن كان لاجئ أو غير لاجئ، وخاصة أنا أتوجه يعني بشكل خاص للأخوة السوريين الذين أتوا إلى الغرب. الحقيقة سوريا الخيرية هي كانت عبارة عن
نشاط شبابي من قبل سوريين ولدوا وعاشوا في فرنسا، والآن نحتاج إلى طاقات وإلى من كان في داخل سوريا يمكنهم أن يساهموا معنا. أول شيء في القضية الإعلامية، إيصال الصور، صور المعاناة، معاناة شعبنا عن طريق كل وسائل الإعلام، هي أول. ثانيا إيصال يعني لكل شخص قصة حياته، أن يأتي، مجرد أن يأتي في جامعة، في مدرسة وحدث ذلك، أن يحكي فقط، يتكلم عن قصة حياته، يعني ما عاشه في داخل سوريا، هذا هو يوصل رسالة إلى المجتمع الفرنسي. وثانيا يمكنه أن يساهم بشكل مباشر مع الجمعيات، في نشاط الجمعيات، في جمع التبرعات، في جمع المواد الغذائية، في جمع كل ما يحتاج إليه شعبنا في داخل سوريا. نعم، لا شك بأن جهدكم هذا واضح، وبالمقابل هناك كثير من المبادرات في الغرب عموما وفي فرنسا حتى من سوريين وبالشراكة مع أوروبيين لدعم السوريين المحاصرين في الداخل الآن. بالمقابل، هل هناك شكل من أشكال، باتت هناك كثير من المبادرات من التنسيق، هل هناك نوع من التنسيق مع الجمعيات الأخرى، مع هذه المبادرات الموجودة في أكثر من عاصمة أوروبية؟ التنسيق بدأ ولكن بشكل متأخر جدا، قد يعني مضت أول فترة وكل جمعية تشتغل لوحدها ومن دون أي نوع من التنسيق. الآن بدأت بوادر التنسيق ما بين أولا الجمعيات السورية، وثانيا وهذا ما يعني أناشد عبر قناتكم، أناشد كل الجمعيات الدولية وبشكل خاص الجمعيات العربية والإسلامية، أن يأتوا وأن يفتحوا أبوابهم للشراكة والتعاون مع الجمعيات السورية التي تعرف الواقع وتعرف كيف يعني توصل المساعدات إلى المستحقين، لأن يعني موظفين أو أعضاء جمعيات السوريين هم من سكان الحي، هم من سكان البلدة، نعم، وخاصة في أماكن المحاصرة. فأوجه هذا النداء أهل إلى كل مكة أدرى الجمعيات، بشعابها ولكن بكل محمد. صراحة الكريم نقطة لا أخيرة تنقص. لو يسعفنا الوقت، نقطة أخيرة، مسألة الشراكة مع، حسب المعلومات أنتم لديكم شراكة مع مواطنين أوروبيين أيضا، إلى أي حد كان هذا داعما لعملكم؟ نعم، هذا كان داعم كبير، يعني عندنا شراكات أول شيء مع الاتحاد الأوروبي، أيضا مع الحكومة الفرنسية، وحتى مع مجالس المحافظات هنا في فرنسا. الآن يجب علينا أن نوصل رسالة معاناة شعبنا إلى المجتمع الغربي، وأن نعول على دعم المؤسسات أيا كانت، وأن نشارك يعني هنا كسوريين عايشين في الغرب، أن نشارك باقي يعني أطياف المجتمع الفرنسي والغربي في مأساة يعني ومعاناة الشعب السوري، وأن نتعاون على إيصال نعم. المساعدات. وهناك ميزانيات وهناك جهات حكومية وغير حكومية تريد أن تساعد السوريين، فعلينا أن نوصل لهم هذه الرسالة، أن هذا الآن شيء ممكن، عبر يعني مع كل الظروف الصعبة الآن نستطيع أن نوصل الدعم الإغاثي إلى داخل سوريا. نعم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا رئيس سيريا شاريتي، الجمعية السورية الخيرية في باريس، محمد العليوي، شكرا لك. شكرا لكم. ناشطة حقوقية سورية تساهم في إيصال صوت اللاجئين إلى البرلمان الأوروبي. هلا العكاري، وبالإضافة لكونها من مؤسسي الجالية السورية في مدينتها مريستاد السويدية، تعمل على تطوير نشاطات تخدم اللاجئين وتؤمن احتياجاتهم. التفاصيل مع يسار لبه. على هامش اللجوء السوري برزت الكثير من قصص النجاح للسوريين المنتشرين في كافة أصقاع العالم، فاستطاع الكثيرون منهم من إثبات أنفسهم في شتى المجالات. قصتنا لليوم في مهجركم من السويد عن السيدة السورية هلا العكاري، والناشطة في مجال حقوق اللاجئين. دعونا نتعرف عليها. هلا العكاري ناشطة سورية في مجال حقوق اللاجئين، وأحد مؤسسي مجموعة ويلكم ريفيوجيز. ولأن أقدر الناس في التحدث عن اللاجئين هم اللاجئين أنفسهم، شاركت العكاري بجلسات للبرلمان الأوروبي قامت فيها بطرح مواضيع تتعلق بوصول اللاجئين إلى بر الأمان، ومحاولة الضغط على السياسيين الأوروبيين للتغيير من سياسة اللجوء الجائرة، وإظهار المعوقات التي تعترض اللاجئ بالاندماج الاجتماعي والاندماج بسوق العمل وتقديم الحلول لها.
تمت دعوتي لأن أنا أحكي عن المعوقات. شو المعوقات أمام لاجئ من ناحية الاندماج الاجتماعي والسوق العمل، اندماج سوق العمل. فأعددت بحث يعني بالنسبة لهذا الموضوع، وطالما عندنا قدرة على الخطاب، طالما عندنا قدرة على ترتيب الأفكار، طالما عندنا قدرة على طرح حلول مو فقط الشكوى ولعب دور الضحية والبكاء على هذا، إنه نحن لا عن جايين عم نقترح حلول، فهن بيرحبوا أكثر وأكثر، وإنه شو عن اقتراحات ممكن يتبنوها. بدأت هلا مسيرتها في السويد منذ حوالي 4 سنوات، واستطاعت دخول سوق العمل بعد فترة وجيزة من وصولها. وعلى الرغم من وجود عدد من العقبات التي واجهتها كاللغة واختلاف الثقافات، إلا أنها تمكنت من تخطيها، وهي اليوم تعمل في واحدة من أهم البلديات على مشروع فريد من نوعه، خاص بتوظيف المدرسين من الوافدين الجدد في المدارس السويدية. بشغلي ببلدية خوفدة هي أني أنا مسؤولة عن ملف المدرسين اللي عم يشتغلوا، الوافدين الجدد اللي عم يشتغلوا بالمدارس، ضمن تجربة رائدة قامت فيها بلدية خوفدة الأولى من نوعها على مستوى السويد، هي أنه توظف الناس بمعاشات كاملة في المدارس، اللي هنا طبعا عندهم خلفية كمدرسين، إما خريجين كمدرسين أو أنه عندهم خبرة كمدرسين، توظفهم في المدارس، وفترة توظيفهم وفترة شغلهم في المدارس بيتعلموا اللغة وبيتعلموا المهارات وبيتعلموا السيستم السويدي التعليمي. ساهمت هلا بخلق عدد من النشاطات التي تساعد الوافد الجديد في التعرف على القوانين السويدية وتقديم المعلومات الهامة له، ليكون عنصرا فعالا في البلد وليس مجرد متلق للخدمات فيها. أنا ساهمت هنا بعدة نشاطات، أسست مع السوريين الجالية السورية، عندي كان نشاط اسمه سبرو كافيه اللي هي نادي اللغة اللي بيعدوا فيه سويديين وعرب مع بعض، بيمارس فيه الأجنبي لغته بس بنفس الوقت بيتعرف على ناس جداد، بيكون صداقات. كمان في عنا الراديو، أنا بشر يعني بادرت بهي المبادرة وقدمتها للبلدية والبلدية وافقت عليها، راديو باللغة العربية للوافدين الجدد بحيث يكون متاح لهم يتعرفوا على البلد، قوانين البلد، كل شيء جديد، وبنفس الوقت يعني متجاوب مع أسئلتهم طلباتهم شو بتحبوا يعرفوا، بنجيب متخصصين وبنجاوب عليها. وبهذا تعتبر هلا مثالا ملهما للسيدة السورية التي ساعدت في تقديم مشاريع لدعم اللاجئين في المغترب، وأنموذجا هاما لقصص النجاح السورية. يسار لبي، أورينت نيوز، لبرنامج مهجركم، ماريا ستاد. منودعكم مع عمر سيدو وحالة السوري باليونان قبل وبعد الفرز، بأمان الله. ليش لهلا ما فرزوه؟ لا حجي ما فرزوني ما فرزوني، فرزوا كل العالم الا انا ما فرزوني، صلي 9 شهور عم نستنى التليفون ما في شيء. يلا طول بالك طول بالك تفرج ان شاء الله. تفضل عمو. لك شلونك؟ اهلين اهلا وسهلا. لك سمعت فرزوك على المانيا مظبوط؟ يا عجي فرزونا حاج ما عاج يعني حسد ولدية عين. لا شو حسد بيت عيني يا زلمة، والله فرقت لك من كل قلبي. لا عجي لا حاج حاج والله هنا وانت سحشور ان شاء الله الف مبروك، بس والله ماني ناوي اطلع، بس هيك عم يقولوا لي اطلع. يعني انا عجبتني اليونان، حلوة اليونان حلوة. ايش باليونان يعني؟ ما هلا ما عاد يعجبكم اليونان والله؟ بعدين عم تقول لي انت عم تحكي، انت شكلك شكل المانيا، انت لازم ياخذوك على افريقيا، انت حاجتك وكثير عليك. لسه امبارحة كنت عم تشكي من اليونان، عم تقول اليونان ما حلوة واليونان ما كويسة، هلا عم تقول اليونان حلوة وكويسة، خليكم معناتها ليش عم تطلع؟ خليكم. شكلك مو شكل الماني.